برحب بحضراتكم، منورينا وشرفينا. عايزه اقول لكم في البدايه ان احنا لما فكرنا ان احنا نعمل المشروع ده، مشروع عاصمه الموضه العربيه، استاذنكم بس يا جماعه نهدى بعد اذنكم نسمع بعض، استاذنكم هدوء في القاعه. احنا لما فكرنا ان احنا نعمل عاصمه الموضه العربيه، قعدنا نقول الهدف من ده ايه؟ الهدف ان احنا نعمل ديفيليهات ونعمل شو ونروح؟ مش هو ده الهدف اطلاقا. احنا هدفنا ان احنا ندعم المنتج المصري والصناعه المصريه. الفنان الجميل هاني البحيري لما فكرنا مين يبقى رئيس شرفي للمهرجان، مصر او الوطن العربي فيه كام هاني بحيري؟ مفيش. هاني البحيري بيطوف في العالم كله بالمنتج المصري، بالزي المصري، وبيروج لمصر بشياكه وباناقه وباحترام وبتواضع. هذا الفنان قمة في التواضع وقمة في الأخلاق، وهو خير من يعبر عن الأناقة المصرية، وده واقع وحقيقي. طبعا فنانتنا الكبيرة الجميلة رجاء الجداوي، اللي يمكن أول ما عرفنا يعني إيه شياكة ويعني إيه أناقة عرفناها على إيديها. أول ما ابتدينا نعرف نلبس إيه ونعمل إيه عرفنا عن طريق رجاء الجداوي. رجاء الجداوي اسم لا يستهان به في مجال الموضة، مش المصرية بس، العربية، أول عارضة أزياء في مصر، رجاء الجداوي.